المسائية من القناة الثانية، أهلا بكم، ونستهلها بأبرز العناوين. أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس يترأس بالدار البيضاء الدرس الخامس من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية، وموضوعه العلاقة الثقافية والفكرية بين إفريقيا جنوبي الصحراء والمغرب الكبير. التساقطات المطرية الأخيرة تنعش حقيقة السدود، ونسبة الملء تجاوزت 30%. دعم المملكة للمقدسيين موصول من خلال إفطار نظمته وكالة بيت مال القدس الشريف لفائدة ساكنة قرية النبي صموئيل. ونسائم الموسيقى الأندلسية والصوفية تنعش رمضانية طنجة الكبرى، ومجموعة تأخذ الجمهور في سفر الروح في عوالم المديح والسماع. أهلا بكم. ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير المولاي إسماعيل اليوم الاثنين بالقصر الملكي بمدينة الدار البيضاء الدرس الخامس من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية لسنة 1445 هجرية. وألقى الدرس بين يدي أمير المؤمنين عثمان كان، أستاذ الفكر الإسلامي بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة، متناولا بالدرس والتحليل موضوع العلاقات الثقافية والفكرية بين إفريقيا جنوبي الصحراء والمغرب الكبير. وفي موضوع آخر، أنعشت التساقطات المطرية التي شهدتها بلادنا خلال الأيام الأخيرة حقينة السدود والأحواض المائية، حيث تجاوزت نسبة ملء السدود إلى غاية اليوم الاثنين 30% بحقينة إجمالية تدنو من 5 مليارات متر مكعب، وذلك بحسب نشرة لوزارة التجهيز والماء. تفاصيل أوفى في تقرير رحمة الحناوي. دنا تراكمها في ظرف 72 ساعة من 200 ملمتر ببعض المناطق، وتجاوز ذلك بمناطق أخرى وكلها بشمال المملكة. 230 ملمترا سجلت بطنجة بين منتصف نهار الجمعة ومنتصف نهار يومه الاثنين، بينما بلغ تراكم التساقطات 213 ملمترا بالعرائش خلال المدة ذاتها، و204 ملمترات بشفشاون، ثم 146 ملمترا بتطوان. غيث الربيع كان غزيرا إذن بحوض اللوكوس، ثم انعكس بوضوح على حقينة السدود هناك. 60.52% نسبة الملء الإجمالي للمنشآت المائية بثالث أكبر حوض بالمملكة. سد وادي المخازن الأكبر بالحوض ممتلئ بنسبة 88%، موفرا حاليا أكثر من 590 مليون متر مكعب، بينما النسبة 100% بسدود النخلة وشفشاون والشريف الإدريسي، وكلها توفر مجتمعة حاليا أزيد من 138 مليون متر مكعب. والغيث كان غزيرا أيضا على مستوى حوض سبو، هو الحوض الأكبر على الإطلاق ببلادنا من حيث السعة الإجمالية لسدوده، ونسبة الملء الإجمالية هناك هي في حدود 46%. في تفاصيل ذلك، الوحدة تجاوز أخيرا سقف نصف سعته، يخزن حاليا قرابة 1.9 مليار متر مكعب، بينما بلغت النسبة تواليا 100% وحوالي 95% بسيدي بوهدا وعلل الفاسي، وهما منشأتان متوسطتا الحجم. انتعاش واضح إذن على مستوى حوضي اللوكوس وسبو، بينما ما زال حوض أم الربيع ثاني أكبر الأحواض بالمملكة ما زال يرزح تحت وطأة الجفاف. نسبة ملء سدوده الإجمالية دون 7%، ودون 2% هي حقينة سد المسيرة ثاني أضخم منشأة مائية بالمغرب. أما بالويدان فلا يوفر سوى 8.28% من حقينتها التي تتجاوز أساساً 1.2 مليار متر مكعب. هي انتعاشة على مستوى بعض السدود دون أن يخرجنا ذلك فعلياً من مرحلة الطوارئ المائية، فالنسبة الإجمالية للملء تقل عن 31%. على أمل غيث آخر يروي الأرض والعباد.
وعلى الرغم من التساقطات المطرية الأخيرة المسجلة، فنسبة ملء بعض السدود ما تزال ضعيفة، وفي مقدمتها سد المسير الذي يعد ثاني أكبر سدود المملكة، حيث تدنو نسبة ملئه من 2% باحتياط 48 مليون متر مكعب. ريبورتاج حسن لحمدي وعصام السولة. نتواجد بمنطقة النواصر، قطعان الماشية تغادر الإسطبلات لتعانق أعشاب فصل الربيع. أما صاحبنا المسعود الشجر يتنفس السعداء بعد عودة المروج إلى المنطقة. كانت هناك تخوفات بعد أن لاحت بوادر الجفاف بسبب الحرارة المفرطة التي شهدها شهر يناير الماضي. تقريبا ما عمرها صبات بحال واحد الخمس سنين، هذه ما عمرها صبات بحالك. في مارس. واش يقولون زيول بكري على مارس؟ مارس اما يمرسها اما يملصها. كيفاش؟ يملصها ولا يمرسها، اما يجي العام مزيان يكون الربيع والزرع او لا ما يكون والو. هذا هو. غيت السماء هم مدن الشمال والبيضاء كذلك. لكن الثاني اكبر سد بالمغرب، سد المسيره، يعيش اليوم على وقع مظاهر الجفاف وشح المياه. فهو يتغدى من جبال أزيلال، بني ملال وخنيفرة. قلة التساقطات الثلجية حولت هذه البحيرة الاصطناعية إلى مجرد مكان يبعث على القلق والاحتضار. سد المسيرة كنعرفوا بأن الحقينة ديالو فايتة واحد تقريبا 2.6 مليار متر مكعب، وكنعرفوا بأنه عانى مدة سنين طويلة من الاجتفاف. سد المسيرة الآن اللي تيوصل تقريبا، كان قبل هاد التساقطات كان وصل في 1.5 يعني بالمئة من الرومبليساج ديالو، الآن تقريبا راه وصل 2%، ولكن كيبقى مع ذلك يعني مسألة، يعني نحن لم نجتز بعد عتبة الخطر، وباقي المشكلية في موارد المياه في هذا السد هذا اللي عنده واحد الضغط كبير جدا. ما ننساوش بأن سد المسيرة هو تيعطي للدار البيضاء والحاضرة ديال الدار البيضاء كلها، وتيعطي كذلك منطقة مراكش، وكيعطي المدار السقوي ديال دكالة. نستحضر اسما ظل مرتبطا بالذاكرة الجماعية في بعدها التواصلي. محمد بلعوشي مهندس دولة في الرصد الجوي يبدي تفاؤله بعد التساقطات المطرية الأخيرة. بالرغم من أن التساقطات ما كانتش بنفس الأهمية اللي عرفتها المناطق الشمالية، إلا أن هذه المنطقة غادي تعرف حتى هي واحد الانتعاش نظرا لوجود هذا الطريق السير المائي ما بين الغرب وسد سيدي محمد بن عبد الله. جهة الدار البيضاء غادي تنتعش حتى هي نظرا لوجود هذا الطريق السير المائي. قلة التساقطات المطرية والثلجية في عالية سد المسيرة، ونخص بالذكر الأطلسين الكبير والمتوسط، تدق ناقوس الخطر بثاني أكبر سد بالمغرب بعد سد الوحدة. سد المسيرة قصة إنسانية أبدع في كتابة تفاصيلها المغفور له الملك الحسن الثاني. إحداث هذه المنشأة المائية كان الغرض منه مواجهة تحديات الجفاف وتأمين التزود في مغرب يعرف جفافا دوريا. وعلى عكس ما كان مبرمجا، لم يتم تطبيق الزيادة في سعر قنينة الغاز التي كانت مقررة بداية الشهر الجاري ضمن إجراءات التقليص التدريجي لنفقات دعم الدولة عبر صندوق المقاصة، وتم إرجاؤها إلى وقت لاحق، ولم يتوصل موزع غاز البوطان بالمغرب بتعرفة الزيادة المقدرة بعشرة دراهم. المزيد من التفاصيل في ريبورتاج طارق غانم. صباح الاثنين فاتح أبريل، أسعار قنينات الغاز على حالها في أثمانها المعتادة، 40 درهما للقنينة من وزن 12 كيلوغرام، أسعار لم تعرف أي زيادة. موزعو البوطة على مختلف التجار بالتقسيط يواصلون عملية التوزيع لتصل في نهاية سلسلة البيع إلى المواطن بثمنها المحدد في 40 درهما. البوطة بغيت يبقى الثمن ديال العادات الصباح ما تزادش، ولكن الحمد لله خصو يبقى انما ماتين، خصو يبقى الثمن ديال عادي. اليوم بعدا لحد الان باقي ما تزاد حتى شي حاجه، كما تشوفوا حنا نيت حدا راه حدا محل حدا هري ديال المواد الغذائيه، باقي ما تزاد حتى شي حاجه، وباقي ما طلونصا حتى شي حاجه. الوجهة كانت صوب شركات التوزيع للوقوف على حقيقة عدم تغيير أثمان قنينة الغاز، والجواب كان ألا تغيير خلال شهر أبريل على الأقل. الثمن ما كاين حتى شي تغيير،
الثمن باقي هو هو، باقي كيتباع ب 40 درهم للمستهلك. الامور عاديه، توزيع عادي كما كيف ما ديما، ما كاينش شي خصاص في السوق لا من جهه الشركه اللي كتزودنا بالغاز ولا عند الحوانت. الجمعية المهنية لمستودعي الغاز المسال بالجملة في المغرب رئيسها أكد عدم توصله بأي قرار رسمي من الجهات المعنية بشأن زيادة 10 دراهم، معتبرا أن قائمة الأثمان لشهر أبريل حافظت على استقرارها. أخذنا الجدول ديال الأثمان ديال شهر 4 اللي ما فيها حتى شي تغيير، بحيث بقى عندها نفس ديال شهر 3، باستثناء فين كيكون التغيير كيكون في ذاك المساعده، يعني الدعم اللي كيكون في الغاز. وسبق للحكومه ان قررت زياده في اسعار قنينات الغاز، وذلك في اطار برنامج الدعم الاجتماعي المباشر للاسر الفقيره. دوليا، في اليوم 78 بعد المئة للحرب على غزة، انسحب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من داخل مجمع الشفاء الطبي ومحيطه بعد عملية استمرت نحو أسبوعين، مخلفا دمارا كبيرا في المجمع، في حين تحدثت مصادر فلسطينية عن انتشال ما يقارب 300 جثة من المستشفى بعد الانسحاب الإسرائيلي منه. تقرير طارق غنم. مشهد من يوميات غزة الجريحة والمحاصرة. القصف الإسرائيلي متواصل ليلا ونهارا، حيث طال مجموعة من المناطق في خان يونس ومخيمات للنازحين. هذا مستشفى الشفاء الطبي انسحبت منه قوات الاحتلال بعد أسبوعين من اقتحامه، ما كشف عن عشرات الشهداء والمقدرة أعدادهم ب300. وجهات المستشفى اكتست اللون الأسود بسبب القصف والتدمير وعملية الحرق التي نفذها جيش الاحتلال. الحرب التي أنهت حياة حوالي 33 ألف فلسطيني، ما تزال إسرائيل تتوعد باستكمالها، حيث صدق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على قرار الاجتياح العسكري لرفح. خطوة نتنياهو تأتي بعد توالي التحذيرات الدولية من مخاطر الإقدام على شن عملية عسكرية في المنطقة الحدودية مع مصر، لما لها من نتائج كارثية على الوضع الإنساني. حركة حماس نددت بما وصفته إنشاء إسرائيل لمناطق إعدام في غزة تنتهك جميع الأعراف وقوانين الحرب من خلال استهداف المدنيين. الحرب على القطاع تطل على شهرها السادس ولا بوادر الإخماد لهيبها، على الرغم من التحذيرات والنداءات وقرارات مجلس الأمن الدولي. وبالقدس، نظمت وكالة بيت مال القدس الشريف إفطارا لفائدة ساكنة قرية النبي صموئيل، وذلك في إطار المبادرة التضامنية والعملية الإنسانية التي أمر بها جلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة الفلسطينيين في غزة والقدس، تزامنا مع الشهر الفضيل. المزيد من التفاصيل في تقرير زكريا عيت عبد المجيد. وكالة بيت مال القدس الشريف تواصل جهودها لإدخال الفرحة على المقدسيين ودعم صمودهم. منذ بداية الشهر الفضيل توزع الوكالة قففا غذائية لفائدة 1000 أسرة، مع تنظيم إفطارات جماعية لفائدة نحو 100 شخص في اليوم، وهذه الموائد من قرية النبي صموئيل المحاصرة. اشهدوا أن لا إله إلا الله. أنا باسم أهالي قرية النبي صموئيل بحب أشكركم، وأحب أشكر كل من ساعد هاي القرية، وخاصة الملك محمد السادس، لأنه فعلا أدخلتوا الفرحة في هاي القرية. فشكرا كثير لكم على هاي على الوجبات، على الضيافة، على كل إشي شاركتوا فيه في هاي القرية. 3000 حصة غذائية وزعت على أهالي القدس الذين يعيشون ظروفا صعبة جراء الحرب، ولمثل هذه المبادرات وقع خاص عليهم استحق رفع الأكف دعاء لمن يقف خلفها. اللهم بارك في المملكة المغربية. آمين. التي ترعى شؤون إخوانهم في فلسطين.
وأطل في أعمارهم وبارك في صحتهم يا رب العالمين. قرية محاصرة، قرية تعيش ظروف صعبة جدا، وكالة بيت مال القدس اليوم متواجدة مع أطفال القرية، مع نساء القرية، مع رجال القرية في هذا الإفطار الرمضاني الروحاني، وتمت في هذا الإفطار أيضا توزيع الوجبات على باقي الأسر في هذه القرية. المغرب الذي يرأس جلالة الملك محمد السادس لجنة القدس وعبر ذراعها الميدانية وكالة بيت مال القدس يسعى لفك الحصار عن أهل فلسطين ورسم ابتسامة الأمل في مستقبل أفضل. ونعود إلى الخبر الوطني ونستهله من إقليم ورزازات، حيث حطت قافلة تضامنية الرحال بجامعة تيدلي التي كانت واحدة من الجامعات المتضررة من زلزال الحوزة. وشمل برنامج القافلة توزيع مواد غذائية وحملة طبية متعددة التخصصات، استفاد منها نحو 200 أسرة. ربورتاج نساب عزيزي والحسن بالعليم. إلى تيدلي نواحي ورزازات إحدى الجامعات المتضررة من زلزال الحوز توجهت هذه القافلة الإنسانية، ولأنه شهر التكافل والتضامن قفف رمضانية وزعت على الأسر المحتاجة تضمنت المواد الغذائية الأساسية. القافلة اللي كتستهدف الساكنة ديال جامعة تيدلي اللي تقريبا كتوصل 200 أسرة، اللي غتوزع لهم 200 قفة إنسانية كتضمن مواد غذائية، وفي نفس الوقت كاين حملة طبية متعددة التخصصات، سواء في طب النساء، طب العيون، طب الأطفال، وطب العام، وطب السكري. استفدنا غلقفة الله يرحم والديك. استفدنا من قفة رمضان، نشكر كل المتدخلين في هذه العملية. بالموازاة أجريت فحوصات على الرأس ومنحوني الأدوية الضرورية كما هو الشأن بالنسبة للأطفال وحتى الكبار. جانب إنساني يوازيه شق طبي، حملة واسعة ركزت على قياس البصر وتوزيع النظارات على الكبار والصغار. القافلة همت أيضا تخصصات أخرى في مقدمتها طب النساء والتوليد. النساء اللي شفناهم تقريبا كان العدد ديالهم يتراوح بين 35 إلى 40 امرأة، بحيث أن الحالات اللي شفنا كانت ما بين تتبع الحامل، النساء اللي كيعانيو من المشكل ديال الكواطر، من فقر الدم، وبالنسبة للنساء اللي كانوا يحتاجوا وصفات طبية فإحنا قدمنا اللازم. ما يفوق 200 أسرة استفادت من المساعدات ومن الفحوصات والأدوية، عمل ينم عن قيم التآزر ما أحوج سكان المناطق الجبلية إلى أمثاله خاصة في هذا الشهر الفضيل. في المسائية نسلط الضوء أيضا على معلمة بارزة تكني على عراقة الرباط ودورها الحضاري، ويتعلق الأمر بالمسجد الأعظم الذي شيد في القرن الرابع عشر الميلادي في عهد المارينيين، ولم يكن مجرد جامع يقتصر دوره على استقبال المصلين أو المتنسكين، بل تجاوز ذلك فكان وإلى غاية اليوم فضاء للاجتماع والعبادة والعلم. المزيد من التفاصيل في ربورتاج نادية أحتى ومصطفى السعدوني. الله أكبر. تتعدد تسمياته المسجد الأعظم أو الجامع الكبير أو الخرازين، لكنه يظل معلمة دينية بارزة تشير لعراقة المدينة العتيقة للرباط. يرجع تاريخ بنائه إلى القرن الرابع عشر ميلادي في عهد المارينيين، يشهد على إقامة الكثير من الدروس الدينية من وعظ وإرشاد. صغار نقصد هذا المسجد، يعني قبل 50 سنة، يعني نتذكر تلك الحلق العلمية التي كان يعرفها هذا المسجد ولا زال يعرفها بفضل الله تعالى. فقد مر بهذا المسجد علماء أجلاء كبار في مدينة الرباط، لا زال المسجد ولله الحمد يشهد يعني جيلا جديدا يعني من العلماء ومن الأئمة، وهذا دأب المغرب، يعني بلد المساجد التي يتجاوز عددها 50,000 مسجدا. مساحة المسجد تناهز 1800 متر مربع، أما صومعته فيصل علوها إلى 33 مترا. موقعه في قلب المدينة العتيقة عند ملتقى محلات الأحذية وشارع باب شال التاريخي، يجعله قبلة لعدد كبير من المصلين يؤدون فيه صلوات الفريضة الجمعة وصلاة الأعياد. مؤدين بالمسجد الأعظم حوالي 36 سنة. المسجد الأعظم أنا ما كنت صبي،
وانا كنجي له. اما الموقع ديالو فهو جا في سوق الصباط وفي السويقه، يعني وجه المدينه، ما كاينش اللي ما كيعرفش المسجد الاعظم، والزوار كيجيو لي من كل مكان، ما كاينش اللي ما كيجيش للرباط وما كيجي يصلي في المسجد الاعظم اما صلاه الصلوات. المسجد خضع للترميم مرات عده، وعمارته تقليديه تعتمد على الاقواس والخشب، بالاضافه الى فناء زاده جماليه. والوجهة الآن مدينة مراكش التي تستقبل ساكنتها فصل الربيع باحتفالية تقطير ماء الزهرة. هذا التقليد تناقلته الأجيال وأصبح موروثا ثقافيا في تاريخ المدينة والحضارة المغربية. النموذج من متحف العطور في ربورتاج عادل بوسكري والتحرير لحمزة أيت مسعود. عملية تقترن وحلول فصل الربيع بمراكش. تقطير الزهر ولقرون خلت ظل موروثا تقليديا داخل الأسر المراكشية. تحول بتلات الأزهار هذه إلى ماء الزهر يمر عبر عملية تشد تفاصيلها أنظار واهتمام هؤلاء السياح. لقد شتت هذه العملية اهتمامي، وهي المرة الأولى التي أكتشف فيها هذه الطريقة. لم أكن على علم بطريقة عمل ماء الزهر، واليوم اكتشفت العملية. لكل جزء من أجزاء هذه القطارة النحاسية دوره الأساسي في عملية إنتاج ماء الزهر. تتكون من ثلاث قطع تجمع بثوب لمنع تسرب البخار، والنتيجة النهائية سائل عطري يقترن حضوره بالأفراح والمناسبات السعيدة. هو تقليد متواصل داخل العائلات المراكشية، تعلمته من أسرتي ولقنته لأبنائي، وأتمنى أن يبقى هذا التقليد متوارثاً، خصوصاً أن الإيسيسكو سجلته كتراث ثقافي للعالم الإسلامي. استخلاص ماء الزهر عادة عائلية في مراكش، وأصبحت حدثا يعزز حضور المدينة الحمراء الثقافي ويساهم في إشعاعها الحضاري. وبالمدينة الحمراء دائما تتحول ساحة جمع الفن خلال شهر رمضان الفضيل إلى فضاء يحتضن مائدة إفطار جماعية مفتوحة تعرف السياح على طقوس المغاربة وعاداتهم وأجواء الإفطار بعد يوم طويل من الصيام. هذه الأجواء يسلط الضوء عليها ربورتاج لحسن هبان وعدنان الصلاني. أشهد أن محمد في أسواق المدينة القديمة لمراكش، ورشات مفتوحة لإعداد مختلف الأطباق المغربية، يشكل شهر الصيام في مدينة مراكش وسيلة ناجعة لجذب السياح ممن يسكنهم فضول اكتشاف عادة المغاربة في هذا الشهر. بعد أذان المغرب وحلول موعد الإفطار، تتحول ساحة جمع الفناء إلى مائدة إفطار جماعية مفتوحة في الهواء الطلق، يتقاسم خلالها المواطنون المغاربة مع السياح الأجانب الوافدين على هذه المنطقة في شهر رمضان أجواء رمضانية مميزة. أنا بقضي رمضان هنا في ساحة الفناء والإفطار طبعا زي ما أنتم شايفين في الهواء الطلق. الجو جميل هنا جدا، صافي وحلو. أجواء صاخبة، نحن نكتشف هنا العادات والتقاليد، إنها أجواء رائعة والناس هنا لطفاء. بعد أداء صلاة التراويح يرجع المراكشيون إلى بيوتهم قبل الخروج إلى أماكن الترفيه ولقاء الأصدقاء. الأطفال الصغار الذين يصومون أولى أيامهم هم الأكثر ابتهاجاً بأجواء الشهر الفضيل. احنا من الصغر ديالنا فاش كنا كنصوموا باقي صغار، والدينا كانوا كيخرجوا الوليدات كيلبسوهم اللباس التقليدي وكيحنيوا البنيات الصغار وكيزهم في العمارية. بغينا نحيوا هذا التراث اللي بدينا كنشوفوه كينداثر، وبغينا نعيشوا هذه الأجواء الرمضانية مع العائلات مع الوليدات الصغار. شهر رمضان يعيد نفسا جديدا ومميزا للمدينة العتيقة لمراكش. من هنا من جامع الفناء ومن دروبه العتيقة الضيقة كما تشاهدون من خلال عدسة الزميل عدنان الصلاني، ننهي جولتنا الرمضانية التي تطبعها روح خاصة في المدينة القديمة لمراكش.
وسفر في عوالم المديح والسماع، ذاك هو العنوان الأكبر للدورة الثالثة من فعاليات رمضانية طنجة الكبرى، التي تتميز ببرنامج غني ومتنوع ويشمل تظاهرات ثقافية ورياضية واجتماعية وسهرات وحفلات دينية ومسابقات لتجويد القرآن وأمسيات شعرية ومسابقات موجهة للأطفال والشباب. ربورتاج الصديق بن زينة وفريد غيتو. هو تعبير شعري موسيقي مغربي عريق، هكذا تم تقديم فن الملحون أمام هيئة الترشيحات التابعة لليونسكو قبل أن يتم تصنيفه نهاية العام الماضي فرات غير مادي للبشرية. وهنا بطنجة يحتفى بهذا التراث في رمضانيات مؤسسات نسائم الأندلس. اليوم تنعيش واحد السهرة في لوحة فنية خاصة في إطار الاحتفال بإدماج تراث الملحون ضمن كتراث لا مادي ضمن قائمة اليونسكو. مؤسسة نسائم الأندلس كما العادة فاجأتنا بليلة روحانية بتوليفة ملحونية عساوية أندلسية، ولأنها امتداد للمذهب الصوفي العساوي فقد جاءت الموسيقى العساوية إيقاعات تجعل الذات تهتز بالأذكار، وهي تعتمد على الإيقاع الحضاري الذي يستحضر الأمداح الصوفية، فتستطيب أرواح الحاضرين نسائم هذا العبق الموسيقي الصوفي. وحنا فرقة عساوية جينا باش إن شاء الله بحول الله نشاركوا معهم في هذه السهرة ونحيوا سهرة روحانية ربانية إن شاء الله بحول الله. ولأن الخيط الصوفي واحد تنتظم فيه ذرر الذاكرين والمادحين مهما اختلفت طرقهم وميازينهم، فإن توليفها جاء يسيرا ورائعا في هذه الأمسية التي اجتمعت فيها الإيقاعات الأندلسية والعساوية. بهذا نصل مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذا العرض الإخباري. في ختام المسائية إليكم تذكيرا بأبرز العناوين: أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس يترأس بالدار البيضاء الدرس الخامس من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية، وموضوعه العلاقات الثقافية والفكرية بين إفريقيا وجنوبي الصحراء والمغرب الكبير. التساقطات المطرية الأخيرة تنعش حقينة السدود ونسبة الملء تجاوزت 30%. لمزيد من الأخبار تفضلوا مشاهدينا الكرام بزيارة موقع القناة الثانية دوزام.ma أو تطبيق ماي دوزام. شكرا لكم على حسن المتابعة، دمتم بخير وإلى اللقاء.